الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، مشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. أهلا وسهلا بكم على قناة مغرب تي في من مدينة بروكسل بلجيكا في دروسنا الرمضانية. إخوتي الإيمان، طبعا أنتحدث اليوم على التدين في رمضان. بزاف ديال الناس كيبغيو يدينوا، خصنا نشرحوا شويه المفهوم ديال التدين. طبعا من خصائص الانسان انه بفطرته يميل الى التدين. الناس بالفطره ديالهم كيميلوا للتدين لان في الدين كيلقى الراحه ديالو. فالتدين فطره غرسها الله عز وجل في البشر، وقد كان اول الامر على التوحيد قبل أن تزين لهم الشياطين عبادة الأوثان واتخاذ الأصنام. فالدين ضرورة لحياة الإنسان، والإسلام دين الله الذي رضيه الله دينا لعباده أجمعين. إخوان الكرام، في الوقت الذي تتزايد فيه الانحرافات والجرائم والأمراض النفسية وتبرز مظاهر التطرف والغلو، تأتي النصوص الشرعية وتسندها الدراسات العلمية والخبرات العملية لتؤكد أن الدين حصانة للمجتمع. والمتدين أكثر الناس سعادة وأفضل صحة واستقرارا في حياته. هذه الدراسات اللي كثبتها بأنها الإنسان اللي مدين واللي كيخاف الله عز وجل، هذا الإنسان كيعيش حياة مزيانة مرتاحة مستقرة، وأن الناس كلهم محتاجين للدين. طبعا الدين إخوان الكرام كيهذب الحياة ديال الإنسان. وديش معنى ديال التدين؟ اللي كنسمعوا التدين، طيب هذا كنقولوا هذا فلان رجل مدين وهذا كسني، واش التدين غير القالب، غير المظهر، غير البس العمامة وطول اللحية ولبس العباية ومشي يفتي على الناس؟ أبدا. طيب في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم يظهر آثر التدين جليا. كيفاش كيظهر هذا التدين؟ كيظهر في سلوك الأفراد، فقد فشى في المجتمع قبل الإسلام. المجتمع اللي ما فيهش الدين فشى فيهم الخمر والميسر والظلم والنهب والتناحر والحروب، هذا يقتل هذا وهذا يتعدى على هذا، سبحان الله. فلما جاء الدين طهر قلوبهم. هذا الدين اللي كيجي كيطهر القلوب ديال الناس، اللي كتكون عنده القلب عامر بالغيظ وبالكراهية وبالعنف، كيرطب له القلب ديالو كيصبح عامر بالرحمة واللين. وهذب سلوكهم وضربوا أروع الأمثلة في تزكية النفس والإيثار والكرم، كيصبح الإنسان اللي مدين كيصبح فيه الكرم وصلة الرحم، كتلقاه كيهتم بصلة الرحم ودفع الظلم، كيرضاش الظلم. هذا هو التدين إخوان الكرام. عندكم يجي لكم البال لا التدين خصني نعمل نطول اللحية ونلبس اللباس طويل ونلبس العمامة، لا، غير السلوك ديالك والقلب ديالك يكون مرتبط بالله عز وجل، غير السلوك ديالك والعبادة ديالك تكون على حقة وطريقة مع الله سبحانه وتعالى. ما تظلمش الناس ونصرة الضعيف، سبحان الله، حتى إن أحدهم لا يقدم نفسه يعني لكي يتطوع في أعمال الخير. هذا هو أثر التدين بالدين الحق. إخوان الكرام، أي حضارة من الحضارات لن تجد هويتها بين الأمم إذا كانت بلا معتقد ديني. والذي يقرأ تاريخ الأمم السابقة التي كانت بلا عقيدة اندثرت حضارتها في مدة قصيرة ولم تستطع البقاء، وتحولت بفضل التدين بدين الإسلام قبائل السلب والنهب إلى دولة ذات حضارة
يحكمها منهج صالح لكل زمان ومكان. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا هو الدين الحقيقي، ماشي الدين ديال العنف والتقطيع ديال الريوس وديال اليدين وديال الترهيب ديال الناس، أبدا. الإسلام كيبني ما كيهدمش، الإسلام كينشر الرحمة ما كينشرش الكراهية والعنف والظلم، لا، الإسلام كيقوم على الحق. دين الإسلام قدم للمؤمنين سكينة النفس وطمأنينة القلب، حجب عن المجتمع الانحراف والاضطراب والتمزق والضياع، هيئ السعادة والحضارة الزاكية الحقة، كما تسلب الطمأنينة ويضعف الأمن في انتزاع الإنسان نفسه من الدين. فالدين إخواني الكرام شفاء للصدور وترياق لأمراض القلق والحيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إخواني الكرام، طبعا مهما زادت مخترعات الحضارة والمترفات الصناعية فسيبقى الناس في حاجة إلى الدين والتدين. كنشوفوا الصناعة والتكنولوجيا، رغم ذلك أن الإنسان كيحتاج للتدين، لأن كنسمعوا بزاف ديال الشركات سواء في فرنسا ولا في الغرب، شركات مرموقة كيشتغلوا فيها الناس، وفيها واحد النسبة كبيرة ديال الناس اللي كينتحروا. علاش؟ لأن القلوب فارغة، وكنأسفوا لذلك. فلذلك الدين كيدخل واحد الطمأنينة واحد الراحة للقلب ديال الإنسان. هنا خص يكون الدين ديالنا الدين مضبوط، ما يكونش ديك التنطع والتشدد والتعصب، وما يكونش الانحراف والانزلاق. فديننا دين الوسطية، الطريق ديال الوسط. والدين طبعا كيظهر إخواني الكرام في الأخلاق ديالك. فالناس فقراء إلى خالقهم وبارئهم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله. وأكثر المتدينين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيها عموم الناس. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله، ديشنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كتأمر بالخير، إذا شفتي شي خير كتعاون، سواء كان ديك الخير في الشارع ولا تشارك في شي مشروع ديال الخير، تعاون الضعفاء، تعاون المساكين، تعاون الناس العجزة، تعاون في بناء مسجد، تعاون في التعليم، في والنهي عن المنكر. إذا شفتي شي ظلم كتنهى الناس على المنكر. نعم إخواني الكرام، وعبادة الله سبحانه وتعالى ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه، فهذه الواجبات. فضلا فإخواني الكرام، الدين ديال الله سبحانه وتعالى دين عظيم، دين يعني كيأمرنا بالاستقامة والطهر والعفاف وغض البصر والبعد عن الفجور والخمور والمخدرات وأذية الناس باللسان واليد. التدين يمنح صاحبه عاطفة جياشة تجعله نبع خير يتدفق منه الخير لتنمية المجتمع وتقوية أواصره. التدين إخواني الكرام يقذف في قلب صاحبه رقابة ذاتية تجعله لبنة بناءة. إنسان اللي متدين كيخاف الله، ماشي كيخاف عندك يشوفوا فلان ولا علان ولا عندك تعاقب الحكومة ولا لا، كيخاف الله عز وجل. فالإنسان المتدين ما تخافش عليه، ماشي هذاك اللي كيفهم الدين بالمقلوب وكيبدا يفتي على الناس
ويشوف بأن الناس كلهم منحرفين، كلهم ما كيصلحوش، غير أنا، أنا اللي غنمشي للجنة بوحدي. لا أبدا، الدين ديالنا الدين ديال الخير، حالك تبغي الخير لراسك، تبغي لخوتك، وتكون معهم لين، تكون معهم لطيف، تحسن إليهم، هذا هو التدين الحقيقي، ماشي غير المظهر. كفانا بالمظاهر. بزاف ديال الناس كيظنوا لا، التدين خصك تبقى من الصباح حتى العشية في المسجد. لا رهبانية في الإسلام حبيبي، مشي خدم على راسك، دخول عيش مع الناس وعمل الخير، إلا كاين شي خير عمله، ماشي تبقى لي تقرأ لي القرآن الصباح حتى الليل. لا، أعطي كل ذي حق حقه. بحال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذوك ثلاثة اللي جاوا لعنده قال له واحد، أنا غنقوم الليل كله، وأنا ما غنتزوجش نساء، وأنا غنصوم طول حياتي. قال لهم لا، أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم نصف الليل وأنا، فمن راغب عن سنتي فليس مني. نعم، الدين دين الوسطية أخوان الكرام، ماشي دين التشدد. وهذه المظاهر منتشرة عندنا حنايا، بزاف ديال الشباب كيفهم الدين بواحد المفهوم خاطئ، وكيشوه الصورة ديال الدين، ولا كتلقاه منحرف حياته كلها في الإجرام، سعرك فجأة كيلبس العباية ويطول الحياة ويعمل العمة ويبدا يتعنف على الناس، يقول كافر ويقول كذا. هذا ماشي من الدين ديالنا، ماشي تربى أولا. احنا كلنا محتاجين للتربية، نهذبوا النفس ديالنا، نصلحوا الأخلاق ديالنا، باش نكونوا صالحين مصلحين، ماشي ننفروا الناس من الدين، نخوفوهم أبدا. تكون في القلوب ديالنا الرحمة، نكونوا نحافظوا على الأوامر ديال الله عز وجل، ونبغيو الخير للناس، الناس اللي بعادين نبغيو لهم الخير، ماشي نلوموهم نقولوا لهم لا أنتم ما كتصلحوش. فلذلك إخواني الكرام، فلذلك إخواني الكرام، أن التدين هو خير الأمور أوسطها. فإن شاء الله تعالى نطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير ويجعلنا من عباده المخلصين. فالتدين إخواني الكرام يمثل الوسطية، وسطية الدين بين المناهج والأفكار التي سلكت غير سبيل المؤمنين، كما تميز بين الصورة والحقيقة. هناك من يفهم الدين على أنه مجرد مظاهر وشكليات ومجموعة من الطقوس، ويقيسون تدينهم وتدين الآخرين بالحفاظ على هذه الشكليات. أما جوهر الدين وترجمته إلى سلوك في الحياة، فهذه أمور لا تشغل بال هؤلاء الذين جعلوا من الدين جسدا بلا روح وألفاظا بلا مضمون. إن الدين الحقيقي لا يأبه بالشكليات، لا يعول على المظاهر. قال صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والتقوى طبعا محلها الصدر. وقد نظر عمر بن الخطاب إلى رجل مظهر للنسك فضربه بدرته قائلا، لا تمت علينا ديننا. هنا التدين الصناعي الظاهري، يعني لا ننبهر منه إخواني الكرام. فلذلك إخواني الكرام، ربما الإنسان يكون منحرف في الحياة ديالو، وغيجي واحد النهار يتوب إلى الله. هنا في هذا الحديث شتان ما بين تدين حقيقي وتدين مظهري. قال صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ما تغطرش بل مظاهر. طلب الله سبحانه وتعالى يصلح الحال لنا، يوفقنا للخير ويجعلنا من عباده الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا،
اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، واجعلنا من عبادك الصالحين أنا والمشاهدين يا رب العالمين ومن يسمعنا. اللهم حقق لهم ما يتمنونه من خير، وأبعد عنهم كل شر وسوء. اللهم اشف مريضهم واغني فقيرهم، اللهم أسعدهم، اللهم أدخل السرور والبهجة والسعادة في بيوت الناس يا رب العالمين، وأبعد عنهم شياطين الإنس والجان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.